خلينا نروح لاخبارنا. هنبتدي بكره اليد. الفريق زي ما قلت لحضراتكم عندنا فرقه بتلعب بره وجوه. الفرقه اللي بتلعب بره فريق كره اليد الرجال اللي بيخوض دلوقتي منافسات بطوله افريقيا للابطال الدوري اللي بتتلعب في تونس. لعبنا مباراتين النهارده، كانت المباراه الثانيه وفزنا الحمد لله على عين توتا الجزائري بنتيجه الحمد لله كبيره جدا 40-11، ودي تاني مبارياتنا او تاني فوز لينا الحمد لله في المجموعه بتاعتنا. طبعا المدير الفني الاسباني دانيال جوردو، المدير الفني طبعا قدر ان هو يقود الفريق في المباراتين. الشوط الاول النهارده خلص ب 20-8، الشوط الثاني خلص 40-11. فرقتنا فاضل لها ماتش ثالث بكره مع كينشاسا الكونغولي، ويوم الاربع مع الترجي التونسي. طبعا كسبنا طبعا المباراه اللي كسبناها الاولى كانت مع فلاورز البنين بنتيجه 40-11، النهارده فزنا 36-17. فاضل لنا مباراه مع كينشاسا الكونغولي ان شاء الله بكره، ويوم الاربع مع الترجي. يعني كل عارف، وطبعا لقطات او صور من المباراه، كل المجموعه وكل المتابعين عارفين انه بطوله المجموعه هتبقى بيننا وبين الترجي. الترجي طبعا لسه فائز بالبطوله العربيه على حساب نادي الزمالك، فطبعا معنوياته مرتفعه، عايز ياكد جدارته على الفرقه المصريه، فطبعا مباراته مع النادي الاهلي مش هتكون سهله، خاصه ان فريق الترجي سيشارك ايضا في بطوله العالم مع النادي الاهلي، فاذا هي مباراه ليها كذا بعد وكذا يعني مكسب. انت النهارده ربنا يكرمك تكسب بكره كينشاسا، خلاص المباراتين اللي فاتوا انت كسبتهم، وبالمناسبه الترجي كسب مباراتين اللي فاتوا كمان. يعني الترجي زيه زيك في النقاط، اذا مباراتنا مع الترجي مباراه مهمه جدا عشان تحصد المركز الاول وتتاهل، ويبقى طريقك اسهل ان شاء الله للمباراه النهائيه. طبعا الفريق مسافر 100 او مسافر يعني الفريق 18 لاعب مشاركين في قوام الفريق اللي في تونس. خليني اذكرهم لحضراتكم سريعا: في حراسه المرمى عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد، محمد ابراهيم، عمر خالد كاستيلو، احمد هشام سيسا، عندنا محسن رمضان، مهاب سعيد، عبد الرحمن فيصل، مصطفى خليل، اسلام حسن، ابراهيم المصري، احمد عادل، ياسر سيف البرازيلي، راؤول ناتس، واحمد خيري، واسلام راضي، سيف هاني، عمر سامي. وخليني اشير هنا بمحسن رمضان، الحقيقه شفت له بعض الصور وبعض اللقطات قد ايه هو خسر وزن كبير جدا من كيلو جرامات كبيره من وزنه، ودي الحقيقه ساعدته وديته يعني زي ما بيقولوا يعني بقى خفيف في الملعب اكتر. فمحسن رمضان انا اتصور ان هو عايز يعمل موسم كويس. الموسم اللي فات يمكن لم يحالفه التوفيق في بعض المباريات، ولكن محسن رمضان النهارده بيأدي يعني او بادئ موسم بشكل جيد، محافظ على الشيب بتاعه، خس جامد. عندنا برضو اسلام راضي اللاعب الناشئ اللي مسافر مع الفريق واللي كان ليه دور كبير جدا في الفوز بمباراه نادي الزمالك في اللحظات الاخيره في 2002، المباراه اتلعبت على صاله 100 عقبه. اذا الفريق 18 لاعب مطعمين بالخبرات واللعيبه الشباب، فاذا ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. مهم جدا مهم جدا بطوله الابطال، لان انت حامل اللقب بيحجز مقعد في السوبر الافريقي. اللي بيكسب البطوله دي بيبقى ليه مقعد في السوبر الافريقي. طب السوبر الافريقي هيبقى شكله ايه؟ الاتحاد الافريقي في اتجاهه ان يعمل السوبر دوره مجمعه زي السوبر المصري بالظبط، يعني ممكن يبقى ثلاث فرق اربع فرق على حسب رؤيه الاتحاد الافريقي. ممكن تبقى مباراه واحده، اهلي مثلا زمالك، اهلي ترجي ان شاء الله. يعني يعني قصدي اقول لك انه بتبقى يعني ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده. انت عايز تحجز مقعدك وتطلع بره هذه الحسابات، اكسب هذه البطوله. طبعا اللعيبه كلها متعهده على المكسب، اتمنى التوفيق، بحلفهم. سعاد جدا بتكون انت عامل حسابك زي مباريات كتيره وفرحان بفرقتك ومستعد كويس، ويبدو والتوفيق يغيب عنك. احنا لا ينقصنا لهذا الفريق غير التوفيق، لو التوفيق كان حلفنا باذن الله الفريق ده هيحصد البطولات. تعدي اعداد كويس، كان في صفقات جيده، في ستابيليتي في الجهاز الفني. قصدي اقول انه كل الامور او كل الامكانيات متاحه لهذا الفريق، يبقى التوفيق. دعواتنا معاهم ان شاء الله باذن الله، يعني نبارك لهم على كأس البطولة الأفريقية ويقدروا يفرحوا جمهور النادي الأهلي الكبير.